أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن دعوة الحكومة اليمنية إلى اتخاذ سياسة نقدية تقشفية لوقف تدهور العملة الوطنية. دعت الحكومة اليمنية وزارة المالية إلى اتخاذ سياسة نقدية تقشفية تساهم في تعافي الريال اليمني. ويواصل الريال اليمني انهياره المتسارع منذ اندلاع الحرب في البلاد، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى 560 ريالا. وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قبل أيام حزمة من القرارات الهادفة لمنع تدهور الريال، تضمنت سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ يقدر ب 20,428,000 دولار، إضافة إلى موافقته على إصدار سندات حكومية بنسبة فائدة تصل إلى 12% ولفترات مختلفة من سنة إلى 3 سنوات. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: أسباب وأثار استمرار انهيار العملة الوطنية، ومسؤولية الحكومة التحالف العربي في إيجاد حلول لهذه المشكلة. نشاهد هذا التقرير ثم نعود لمتابعة اللقاء مع ضيوفنا الكرام. على وقع الانهيار المتسارع في سعر الريال واقتصاد الدولة، تتضخم التحديات أمام الحكومة وسط محدودية في الخيارات وضعف شديد في الإمكانيات. تجاوز سعر الريال عقبة 550 أمام الدولار الأمريكي في تحول خطير ينذر بمزيد من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية التي يستورد اليمن ما نسبته 90% من احتياجاته منها. يأتي ذلك وسط مؤشرات تفيد بأن الخسائر التراكمية لاقتصاد البلد نتيجة الحرب بلغت عتبة 50 مليار دولار، فيما لا تزال الحرب تدور بلا توقف وبلا نهاية متوقعة. تتقاسم السلطة الشرعية وسلطة الأمر الواقع التي أسستها ميليشيا الحوثي في صنعاء التحكم بالقرار المالي والاقتصادي في البلاد، في وقت ترجح فيه كفة الميليشيا فيما يتصل بحجم الموارد التي تتحكم بها، وذلك بالنظر إلى الفارق الاقتصادي الواضح بين المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا وتلك التي تقع تحت السيطرة الهشة للحكومة الشرعية. وفيما تواصل الحكومة تغطية حاجة السوق من العملة الوطنية عبر الطباعة بدون غطاء، تواصل الميليشيا في صنعاء شراء الدولار من السوق على نحو سارع في الانهيار المريع للريال وقلل من كفاءة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية لوقف هذا التدهور. الإجراءات الحكومية المتخذة حتى اللحظة لم تحقق أي نتيجة تذكر، بل إنها في نظر المراقبين تأخذ منحا كارثيا عبر إعادة تمكين القوى الانقلابية من السيطرة على القرار الاقتصادي، خصوصا بعد صدور القرار الرئاسي بتعيين أحد أهم المقربين من صالح مستشارا للرئيس ورئيسا للجنة الاقتصادية الحكومية التي تم تشكيلها مؤخرا. الحكومة عقدت الأربعاء اجتماعا لها في عدن في غياب رئيسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وخصصته لمناقشة مشكلة التدهور المستمر للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، لكنه بنظر المراقبين لم يفض إلا إلى مجرد توجيهات عامة وتفتقد إلى البعد العملي الواضح. تستمر التهديدات المحدقة باليمن من كل الجهات في وقت تتكرس الجبهة الاقتصادية كأحد أهم المهددات التي تواجهها السلطة الشرعية في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من ماليزيا المحلل الاقتصادي الأستاذ عبد الواحد العوبلي. أرحب بك أستاذ عبد الواحد. إذن أمام دعوة الحكومة لوزارة المالية باتخاذ إجراءات تقشفية أمام البدء من قبل البنك المركزي بسحب دفعة أولى من الوديعة بقيمة تقدر ب 20.5 مليون دولار تقريبا، أمام أيضا الدعم السعودي المقدم لدعم قطاع الكهرباء بالمشتقات النفطية بما يقارب ب 60 مليون دولار شهريا، هل أنت متفائل باستقرار الاقتصاد اليمني أم لا؟ مرحبا أخي وجي. أولا بس عشان نعرف موضوع الوديعة السعودية، على أساس بيتم سحب الوديعة هذه؟ الوديعة هذه أصلا عبارة عن إيش؟ ما هي منحة ولا هبة من الحكومة السعودية للحكومة اليمنية أو ما إلى ذلك. الوديعة السعودية عبارة عن قرض، وقرض مرتفع الفائدة.
القرض هذا بأعباء وبفوائده ستكون سيتحملها اليمن وشعبه في المستقبل. فأنا مش فاهم في البداية إيش حكاية سحب جزء من الوديعة، لأنه عمليا الوديعة مهمتها غطاء، أن تكون كغطاء للاعتمادات والتحويلات اللي بيحتاجها المستوردين لاستيراد احتياجات البلد من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، لأنهم هم في النهاية اللي بيدفعوا قيمة هذه الاعتمادات والتحويلات. فمش المفروض أصلا يحصل سحب للوديعة، الوديعة هو نفسها السحب سيكون لتغطية كغطاء الاعتمادات مالي فقط. البنكية للمواد الأساسية كما أعلن، مش عارف كما أنا يفترض. ليش يسحبوها، هي المفروض إنها ما تسحبش، لأنه بهذه الطريقة خلال أشهر بسيطة الـ2 مليار مش هتكمل آخر السنة. بعدين من الجهة الأخرى هم طلبوا من وزارة المالية أن تقوم ببعض الإجراءات التقشفية. معلش يعني هل بيد وزارة المالية أي حول أو قوة؟ وزارة المالية اليمينية لا حول لها ولا قوة أخي وجيه. وزارة المالية بدون أي إيرادات. في بداية السنة 2018 الحكومة اليمينية أعلنت عن موازنة تقشفية بدون إيرادات للنفط والغاز وخطوط عريضة، يعني حتى الحكومة اليمينية لم تكلف نفسها أن تعمل موازنة تقول فيها فين حتجيب إيرادات وفين حتصرف مصروفاتها. فعلى أي أساس طلبوا من وزارة المالية تعمل تقشف؟ وزارة المالية ما فيش الإيرادات حق النفط والغاز، ما تدخلش وزارة المالية ولا تدخل البنك المركزي. فأي إجراءات طلبوا منها؟ طلبوا منهم بس يستعرضوا عضلات على محلات الصرافة اللي حتى لو أغلقوها كلها حيتحول الناس للتعامل مع السوق السوداء. فهذا كله إجراءات شكلية وغير عملية، ما مش حتعمل شيء. وأنا ماش متفائل نهائيا بسبب هذه التعليمات أو هذه التوجيهات. طيب، إذا ما الذي تقوم به الحكومة من خلال هذه القرارات وإصدار هذه القرارات برأيك؟ هل تحاول أن تعلن للرأي العام أنها تقوم بشيء ما في حين أنها لا تقوم بإجراءات عملية على الأرض، أم أن فعليا هي لا تملك من الأمر شيء؟ موضوع انها ما تملكش من الامر شيء، تقول انهم ما يملكوش من الامر شيء ويوضحوا القضيه هذه للناس، لكن الاستمرار في خداع الناس والكذب عليهم غير ليس في مصلحه البلد باي حال من الاحوال. الحاصل الان، الانهيار الحاصل الان ليس وليد اللحظه. المشكله في اهمال توريد ايرادات النفط والغاز وإيرادات الضرائب وإيرادات الموانئ إلى داخل المنظومة المصرفية للحكومة اليمينية، والمشاكل في الإنفاق والمشاكل الملاح المصاحبة للسياسات السعرية اللي اتخذتها الحكومة، كلها أدت الآن للانهيار في سعر الريال اليمينية أمام العملات الأجنبية. فاللي بيحصل الان نتيجه لاهمال، نتيجه لفساد، نتيجه لتواطؤ من قيادات الحكومه اليمينيه على الاقتصاد الوطني. فاذا هم مش قادرين، يقولوا هم مش قادرين، اقل شيء يكونوا صادقين امام الناس. اما الاستمرار بالكذب واستمرار بالتسويف على اساس نوصل في النهايه انه العمله اللي بيكون بيتعامل بها الناس داخل السوق اليميني هي الريال السعودي او الدولار الامريكي، وتتلاشى شيء اسمه ريال يمني او تتلاشى اخر ملامح لمنظومه اقتصاديه لليمن. طيب، يعني في هذا السياق هناك حديث ايضا على، يعني هناك استمرار لتدهور العمله، ما هي الاسباب التي تتسبب بهذا الانهيار المتسارع؟ يعني هل هناك عملية اقتصادية سليمة أو أركان لعملية اقتصادية ما تجري في البلد؟ هل هناك دوران للعملة؟ هل تمشي هذه العملة؟ أم أن هناك شيء ما، ثقب أسود يأخذ هذه العملة وفي نفس الوقت يفرغ البلاد من العملة الصعبة في سياق انهيار اقتصادي أيضا؟ زي ما تفضلت أخي وجي، البلد بدون إيرادات، عمليا البلد بدون إيرادات على الرغم من وجود إيرادات.
يعني في عده تقارير ذاكرت، ونحن عندنا المعلومات بتقول انه مثلا شركات بترومسيلة لا تورد الايراد النفط اللي بتبيعه الى البنك المركزي اليمني. الفلوس بتروح الى حسابات في المملكه العربيه السعوديه عشان الحكومه تصرف منها على مسؤوليها، على بطالاتها المقنعه في الخارج. هذا من جهه بترومسيلة. وعندك في صافر الفلوس بتدخل حسابات ايرادات النفط والغاز في صافر، بتباع او بتورد الى حسابات بنوك تجاريه خارج البنك المركزي. فانت عمليا ما فيش عندك ايرادات. النفط والغاز اللي بيشكل اصلا 70% من ايرادات الحكومه اليمنيه طوال الزمان مش موجود. فانت الان امام معضله انه البلد بدون دخل حقيقي، وفي الجانب الاخر انت عندك نفقات مستمره من احتياجات البلد، من احتياجات الناس للغذاء وللدواء وللمشتقات النفطيه، وفي ثقوب سوداء زي ما انت ذكرت تتمثل في تضخم في عدد المسؤولين والوكلاء والوظائف اللي اخترعوها اللي ربما يتجاوز العدد الالاف. ناس موجودين في الخارج لا يقومون باي عمل وبيستلموا رواتبهم بالدولار الامريكي. هؤلاء كلهم بيضغطوا على العمله، على بيضغطوا بيعملوا طلب على العمله الاجنبيه، وهذا بيسبب انهيار في الريال اليمني. عندك كمان الدفعات الدبلوماسيه لليمن. لحد الان يعني اليمن في وضع حرب، والبعثات الدبلوماسيه بتزيد. السفاره او القنصليه اللي احنا كنا متعودين يكون فيها وهناك تضخم عام في السلك، يعني في سياق الموظفين في القطاع العام. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا استاذ عبد الواحد، ورحب بمن ينضم الينا من السعوديه الخبير الاقتصادي في مؤسسه رفد للرقابه والتنميه الاقتصاديه دكتور سليمان الناصر. دكتور سليمان، الحكومه تدعو إلى إجراءات تقشفية لمنع انهيار العملة، نتحدث تدعو عن وزارة المالية، وهناك بعض الخيارات أو بعض الإجراءات التي تقوم بها، منها السحب من الوديعة السعودية في سياق يعني توفير بعض القطاعات والمواد، وكذلك تعيينات اقتصادية أيضا أو في المجال الاقتصادي. كيف تنظر إلى ما تقوم به الحكومة اليمنية في سياق إيقاف تدهور الاقتصاد اليمني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على عكس الضيف في الضفة الأخرى، يجب بشكل أو بآخر أن نشعر بشيء من التفاؤل تجاه الإجراءات التقشفية التي قام باتخاذها البنك المركزي. ويجب أن ندرك جيدا أننا في فترة حرب، وهذه الفترة لها محددات معينة ولها أسباب معينة يجب أخذها في الاعتبار. حاليا أعتقد أننا في مؤسسة رفد قبل حوالي فترة معينة أطلقنا بعض التحذيرات المتعلقة بتدهور العملة، أطلقنا أيضا بعض التحذيرات المتعلقة أو الناصحة بإغلاق بعض محلات الصرافة التي تمارس التجارة بالعملة والتي تسببت في ازدهار السوق السوداء. لكن قبل الحديث عن ما هي التداعيات والتأثيرات، يجب أن نعرف الجذور الأساسية لتدهور العملة. هي شيء ماضي، ولكن الحديث عليه يجب أن نقول أن الجذور الأساسية لتدهور العملة تعود إلى الآليات الانتقالية التي اتبعت حينما تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، حيث أن النقل تم مع عدم الأخذ في الاعتبار الخطوات المتبعه لعمل الفتره الانتقاليه التي رافقت انتقال البنك، ومن اهمها التعاملات الدوليه والاعتمادات. لم يكن هناك جديه كبيره من السياسيين اليمنيين في الشرعيه لعمل غرفه عمليات لاداره الوضع المالي والاقتصادي في البلد. تدعى ذلك قرارات سريعه وارتجاليه وغير محسوبه العواقب، اهمها تعويم الريال بشكل غير تدريجي، وايضا ضعف ادت الى ضعف الصادرات، وهناك انفصال بين الجهات الايرادية المختلفة
في مأرب لا أدري هل يوردوا للبنك المركزي؟ لا أعرف شركات النفط التي يستخرجون منها، هل تورد هي للبنك المركزي؟ ماذا عن ميناء عدن؟ هل يورد؟ إذن يجب توحيد التوريد كاملا إلى مقر البنك المركزي في عدن، أو يجب نقل مقر البنك المركزي في عدن إذا كان هناك أي تحفظات أمنية، ينقل مقر البنك المركزي في عدن إلى مأرب. مأرب تمتلك الآن نوع من الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، أعتقد بشكل أو بآخر إذا كان هناك تخوف من عمل البنك المركزي في عدن ينقل البنك المركزي إلى مأرب، ويبعد تماما السياسيين عن إدارة الشأن الاقتصادي. أغلب الذين يجرون الشأن الاقتصادي الآن في داخل مدينة عدن هم من السياسيين الغير خبيرين بعملية إدارة العملة، إدارة الصادرات، إدارة عمليات التعاملات الدولية والكودز تبع أو التعاملات الدولية التي لها بعض الشفرات المعينة في التعاملات المالية. على العموم يجب أن ننظر بنظرة تفاؤلية بشكل أو بآخر إلى عملية الإجراءات التقشفية، ولكن يجب الاهتمام بمسألة ضبط عملية الكتلة النقدية. أنا إلى الآن لا نعرف ما هي الكتلة النقدية من الدولار الموجودة حاليا التي تدار داخل النظام الاقتصادي اليمني، لا نعرف إلى الآن ما هي الكتلة النقدية الموجودة التي تدار أيضا من العملة اليمنية. ضخ عملة يمنية وطبعها كما نسمع ربما يشكل كارثة كبيرة إذا تمت ضخها دون غطاء، أو تم زيادة طباعة العملة اليمنية دون وجود ما يغطيها. الاعتمادات الدولية أعتقد أنه يجب الاستعانة بأشخاص ذو خبرة ربما من التحالف، التحالف يملك أو الدول الصديقة تملك كثير من المؤسسات النقدية التي لها بشكل أو بآخر خبرة كبيرة في إدارة عملية كما يسمى إدارة العملية المالية. نعم. طيب أستاذ سليمان، دكتور سليمان، أنت تقول هناك يعني حاجة للتفاؤل، لكن كل الأسباب أو كل المعطيات التي ذكرتها لي، سواء من ناحية المخاوف من طبع العملة، عدم معرفة أين تذهب العملة الصعبة، عدم معرفة من أين تغطي الحكومة مصروفاتها، وأين تذهب الموارد المتعلقة بالنفط، هذه أسباب جميعها تدعو إلى إلى عملية أخرى غير التفاؤل وإلى ضبابية. هل يثق الناس بهكذا اقتصاد تشوبه الكثير من الجوانب الغامضة، وكما يقال ثقوب سوداء تسحب الأموال ولا تعرف أين تذهب في نهاية المطاف؟ بشكل أو بآخر لا نملك إلا التفاؤل في الوضع الاقتصادي الحالي، ويجب أن نتجه لمعالجة كثير من الإشكاليات الحاصلة بغض النظر عن الأشياء الأخرى. نحن الآن في وضع حرب، والشيء الممكن هو إعادة سعر العملة، واقتراحي هو بشكل أو بآخر أننا يجب أن نوجد بيئة صحيحة وآمنة لإدارة العملية المالية المتمثلة في إدارة البنك المركزي، ويجب أيضا الأخذ بالاعتبار إلى حوكمة طاقم البنك المركزي نفسه. كيف يتم التعيينات في هذا البنك؟ من الذي له القرار في وضع بعض السياسيين وبعض القرارات في الشرعية في هذه المؤسسات؟ الملف الاقتصادي يجب أن يفصل تماما على الملف السياسي، لأنه أستاذ سليمان هناك ما يبدو أنه هناك تقطع في الصوت من المصدر، سنحاول إصلاح هذا الخلل. أعود إلى حين ذلك إلى الأستاذ عبد الواحد العوبلي. سيد العوبلي، يعني في سياق ما تحدث به الآن ضيفنا سليمان الناصر، هو يدعو للتفاؤل مهما كان، لأن يعني هناك نقطة مهمة، لا ننسى أن البلاد في وضع حرب، وأن الاقتصاد خسر كما تقول بعض الإحصاءات الرسمية 50 مليار دولار على الأقل خلال هذه الحرب، ولا تزال الحرب هذه مستمرة. هل يمكن القول أن البلاد بشكل ما على الأقل تواجه أزمة صعبة لكنها تخرج منها بأقل الخسائر؟ على الرغم من اتفاقي أنا والدكتور الناصر في أغلب التفاصيل، لكن نجده مع ذلك متفائلا، وأنا أحيي في هذا الروح. بالنسبة لسؤالك، أنا لا أعرف ما إمكانية أن نقول أن نحن بنخرج بأقل الخسائر. نحن لا نخرج بأقل الخسائر، أخي وجيه، نحن نخسر كل شيء.
عما قريب سيصبح لا 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 انهيار تام للاقتصاد الوطني، وستصبح العملة اليمنية لا تساوي قيمة الورقة المطبوعة عليه. عن أي خسائر تتكلم؟ الحكومة اليمنية تصرف بلا حساب، وإيراداتها تصل، ولا كل نقاط قوة أو ما نقاط سلطة، كل واحد فيهم يتحكم بإيراداته كيف ما يشاء هو. لا يوجد أي مركزية في القرار المالي. زي ما ذكرت من سابق، وزارة المالية والبنك المركزي لا حول لهم ولا قوة. كل ما بيتعاملوا به بيتعاملوا مع شكليات. حكاية إن إحنا نتكلم عن سعر صرف والتحكم أو محاولة السيطرة على الصرافين، هذه عبارة عن معالجة لقشور المشكلة، لكن المشكلة الحقيقية في وجود غطاء نقدي للطباعة اللي تطبعها الحكومة، وعدم وجود إيرادات، وعدم ترشيد للمصروفات. كل هذه المشاكل هي اللي مسببة في انهيار العملة. في كثير دول حصلت فيها حروب، حصلت فيها مشاكل، لكن لم يحصل فيها انهيار العملة كما حصل لليمن. ما يحدث في الحالة اليمنية أخي وجيه هو الفساد واللامسؤولية من قبل المسؤولين المخولين بهذا الملف. طيب، في سياق الحديث عن محاولة إيجاد الناس منتظرين إجراءات عملية، بأن يكون على الأقل في شفافية، إنه تقول كم أنت عندك إيرادات وتصرف على أساسها، تصرف على أساس هذا الوضع. لكن لا يزال العبث، لا يزال التلاعب، لا تزال اللامسؤولية في كل قطاعات الدولة. طيب، في هذه النقطة تحديدا، إذا هل أنت تتفق مع ما يطرحه الدكتور سليمان كان يطرحه حول ضرورة إيجاد خبراء وتحييد المسألة الاقتصادية عن الوضع السياسي، وألا يشتغل السياسيون بالاقتصاد ولا يؤثروا عليه بهذا الشكل؟ نعم، أنا أوافق الدكتور الناصر في هذه النقطة، أنه يجب أن يتم التعامل مع محترفين وخبراء في هذا الجانب، ويتم اعطائهم السلطات الكامله. اما انك تجيب خبير وهو بدون اي سلطه وبدون اي قدره على تنفيذ اي اصلاحات او اجراءات لتحسين الوضع، فهذا ايضا كلام غير عملي. وفي نقطه اخرى ذكرها في الاعتماد على خبراء او على امكانيه التحالف. التحالف جزء من المشكله، والصندوق النقد السعودي كانوا احد اسباب هذه المشاكل، بان منعوا كان حصل منع ل المبالغ على البنوك اللي تحصل مبالغ التحويلات من المقتربين اليمنيين، تم منعها من شراء الدولار الامريكي بالريال السعودي، وهذا سبب في ضغط اخر على الدولار الامريكي، وسبب في ارتفاعه. فانا لا اثق الأمانة بالتحالف ولا بإمكانياته، لأنه التحالف جزء من المشكلة، ولا أتصور أنه سيكون جزء من الحل. أشكرك إذن أستاذ عبد الواحد العوبالي، المحلل الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف. بالعودة إلى دكتور سليمان الناصر من جديد، وأرجو أن تكون العودة أن يكون الصوت بشكل واضح. كنت تتحدث عن بعض الخطوات التي يجب القيام بها دكتور سليمان لوقف التدهور في الاقتصاد، وأيضا لمسألة أن يدير الاقتصاد الخبراء في ولا يتدخل السياسيون الذين يقومون باتخاذ قرارات مرتجلة. نعم، لمتابعة ما ذكرناه إرصاد بعض الأدلة على تدخل السياسيين في الاقتصاد، أطلقت بعض التصاريح تتحدث عن إطلاق سندات حكومية، إطلاق سندات حكومية لتغطية بعض الالتزامات الحكومية. نحن في مؤسسة رفض الاقتصادية نوهنا إلى أن دائما الدول عندما تقترض عن طريق إصدار سندات حكومية يكون لديها مشاريع قائمة ومتوقع عوائدها ومنهية دراسة هذه المشاريع، بالتالي تقترض هي من الداخل بنسب أقل من الاقتراض من الخارج، وتقوم بتغطية وتقوم بتشغيل هذه المشاريع، وعوائد هذه المشاريع تقوم بدفع هذه العوائد للمقترض.
المقترضين في هذه السندات. لكن لا افهم لماذا قال البنك المركزي انه اطلق سندات حكوميه بنسبه 12% للاقتراض من الداخل. هذه ستكون عبء كبير ليس فقط على البنك المركزي ولكن على العمله اليمنيه اذا حصل مستقبلا اي شيء له علاقه بالاستقرار الاقتصادي، حيث انه لن يستطيع تسديد هذه السندات. نعول بشكل كبير جدا على اشقائنا واصدقائنا في الدول الصديقه، نعول عليهم بانقاذ الوضع الاقتصادي وادارته بشكل اكبر، وان لا يتركوا المجال لكثير من السياسيين لاداره هذا الملف نظرا لحساسيه اداره هذا الملف واهميته. سمعنا ايضا ان هناك شركه روسيه قامت بطباعه عملات يمنيه، لا ندري، يقال عنها انها شركه مسمى غوث زناك الروسيه لمواجهه العجز في السيوله النقديه، ولا ندري على ما هي الآلية التي سيضخون فيها هذه الأموال، ونتمنى منهم توضيح ذلك للرأي العام وللمراقبين حتى يتم مناقشة ذلك بشكل مستفيض. في الدول الأجنبية وفي الدول الغربية هناك مراكز أبحاث هي من تقرر الشأن الاقتصادي. حاليا لا يوجد للأسف مع وضع الحرب هذه المراكز وهذه الأشياء، نحن في دولة نامية، نتوقع منهم أن يكونوا أفضل شفافية. القطاع الزراعي لدينا كان في عام 2017 حسب تقارير السي اي اي فيسبوك اللي هي وكالة اقتصادية مهتمة بإطلاق تقارير اقتصادية، قالت إنه لدينا العديد من المنتجات التي كانت تصدر وتساهم برفض العملة الاقتصادية من الدولار. هذه المنتجات أو هذا التصدير لا ندري، خصوصا في المناطق المستقرة الآن يستطيع يصدر بعض هذه المنتجات والحصول على الدولار، لا ندري ماذا يحل بها وكم هي الكمية التي تخرج إلى الخارج ويتم تصديرها. نتفاعل نتفائل ان شاء الله انه سيتم اتخاذ اجراءات تساهم بتحسين وضع العمله اليمنيه. اتمنى ايضا الاخذ في الاعتبار لتوصيات غرفه تجاره حضرموت. التقى مدير البنك المركزي مع غرفه تجاره حضرموت وقدموا له بعض التوصيات تجار ومسؤولين لكيفيه تحسين سعر العمله وكيفيه المساهمه القطاع الخاص ومساهمه التجار في الشراكة الاستراتيجية في الآراء لتحسين أداء العملة اليمنية. يجب أن نتحلى بالتفاؤل ولا نملك غير ذلك. نعم. أشكرك دكتور سليمان الناصر الخبير الاقتصادي في مؤسسة رفد للرقابة والتنمية الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.